حكاية خليفة. دعا الخليفة وزراءه ورجال دولته إلى قصره ليحتفلوا بعيد جلوسه، فطلب الجميع منه أن يحكي لهم عن أهم تجربة مرت في حياته. فقال الخليفة: سأقص عليكم أصعب حدث جرى لي، لن أنساه طيلة حياتي. كنت صبيا وقد سكنت مكة، وفي أحد الأيام بينما كنت ألعب بجوار المسجد وصل إلى المدينة أحد شيوخ القبائل الكبيرة، وكان يركب فرسه العربي الأصيل، فطلب مني أن أقوده إلى بيت النبي محمد. سررت كثيرا لهذا الشرف العظيم الذي سقط بحوزتي، وهو أن أكون دليلا لرجل عظيم كهذا. وكان الرجل يلبس لباسا فاخرا ويتقلد سيفا مرصعا بالذهب. وكان الوقت ظهرا والشمس حارة، وقد التهبت الأرض تحت قدمي لأني كنت حافيا، فتوجهت إليه باحترام وأدب وقلت له: إن الطريق طويل ورجلاي لا تتحملان حرارة الأرض الملتهبة، فأرجو أن تركبني وراءك. نظر الشيخ إلي بازدراء وقال: من أنت أيها الولد حتى أركبك ورائي؟ وبعد أن رفض طلبي رجوته أن يعيرني حذاءه، فسخر مني وقال: لن أعطيك حذائي، وإن كنت تشعر بالحر فإني أسمح لك أن تسير في ظل فرسي. فقلت في نفسي: كم هو لئيم هذا الرجل، ما أبعده عن الكرم، إنه لا يشفق على رجلي صبي صغير يريد مساعدته. وقد تعلمت من سلوكه هذا عبرة لن أنساها طيلة حياتي.